جاب الوحش اول اوت 2019. الساعة راهي 8 إلا 10 دقائق، معناتها 57 دقيقة. يعني لو تستمر هكا راح تغلق الطريق، لانه محال السيطرة عليها في الوقت الحالي. قسنطينة مدينة الطفولة صفحة الفيسبوك، يعني أنا يظهر لي تجنب هذا الطريق محوج بالوحش، لانه ألسنة اللهب هاي وين وصلت. واحد اوت 2019، 57 دقيقة مساء. نتمنى من المستعملين الطريق تجنب هذا الطريق، بارطاجيو خاوتي باه توصل للناس. راهي نيران قوية خلاص وراهي وصلت، باش تنتقل من طريق لطريق. بارطاجيو خاوتي في لي جروب باش توصل الناس، راه ولا خطر خلاص. سيرتو لي كاميون لي هازين الكاربيرون راه خطر كبير. السلام عليكم ورحمة الله.